بسم الله ما شاء الله، اللهم صل على النبي عليه أفضل الصلاة والسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معايا سؤال عندي، هل الفراخ الهندي هل بتبيض وبترقد في الشتاء؟ هل الفراخ الهندي بتبيض وبترقد في الشتاء؟ طبعا مفيش أي مشاكل إن الفراخ تبيض وبترقد في الشتاء، أهم حاجة إن يكون المكان اللي هو الطير موجود فيه إن يكون فيه جو كويس، جو ولا دافي ولا ساقع. في نفس الوقت ده بتلاقي الفراخ عندك بتبيض وبترقد في الشتاء، مفيش أي مشكلة. لكن لو أنت سايبها مثلا سقعانة وكده زي كده، تبقى واقفة كشف نفسها. طبعا في الوقت ده بيبدأ اللي هم ما يفكروش اللي هم حتى يبيضوا، او مثلا بنيجي نلاقي مثلا يقول لك ايه، في حاجة بتكتر البيض، في حاجة بتزود البيض، ده كلها حاجة. وقت ما الحاجة بتحب اللي هي تبيض او بتحب اللي هي تشتغل او بيجي الميعاد بتاعها للبيض او لاي شيء، سبحان الله حاجة رباني من عند ربنا، تبدأ اللي هي تشتغل تمام. لكن احنا بنبدأ اللي احنا بنبدأ نقدمهم لهم حاجات يعني كأسباب اللي هي يعني حبيض. مثلا عندك الفرخة الهندي لو باضت عندك من 5 بيضات ل 12 بيضة، دي بالنسبة لي فرخة هندي. لكن في فراخ تنها تبيض زي الفراخ البلدي، بتنها تقعد تبيض لك 15 16 17 20 ل 50 بيضة، ما بتقطعش. ففي الوقت ده البيض اللي وراها بيجي ويبوظ، يعني حتى على ما تيجي ترقده او هي تفكر، حتى لو فكرت اللي هي ترقد على ال50 بيضة، عمرها ما تقدر اللي هي تحضنهم. تبدأ في الوقت ده هوت اللي انت بتودهم فرغة بالكهرباء. فأهم حاجة في الوقت ده ببدأ اللي انا اعتني بالحاجة، او ابدأ اوفر لها مكان بحيث اللي هي تقدر تشتغل. لو هي بتبيض 7 بيضات، مش هقدر اللي انا اخليها تبيض 12 بيضة او 13 بيضة، هي بتبيض 7 بيضات وبتبدأ ترقد. ففي الوقت ده هو ببدأ اوفر لها، علشان خاطر جو شتاء ببدأ اقفل عليهم في اوضة زي كده، يعني الاوضة هي ببدأ يكون فيها النور بتاعها والكلام ده اهو تمام، وادي مقفلها تقفيل كويس، بحيث في الوقت ده مكان في الوقت ده ولا ساقعة ولا شتاء. برش الأرضية بجير وببدأ أخلي الجير في قلبي على الجدران وكده تمام، جير على الجدران وأظبط لهم الأرضية. ببدأ اللي أنا أقدم لهم الأكل اللي هم يبدأوا اللي هم يبدأوا اللي هم يشتغلوا أو يبدأوا اللي هم يبيضوا عندي. ببدأ أقدم لهم خضرة، ببدأ أقدم لهم بواقي أكل، ببدأ أقدم لهم شوية علف بياض. في الوقت ده بتبدأ الفراخ بالفعل بتبدأ اللي هي تشتغل معايا، ويبدأوا اللي هم يبيضوا ويبدأوا اللي هم ينتجوا عندي، مفيش أي مشكلة ما بين الشتاء والصيف. طبعا يبيضوا عادي مفيش أي مشكلة أهو، ديت فرخة ما شاء الله أهي، هذا البيض بيضة ورقدة على البيض بتاعها، ربنا يبارك لنا فيها اللهم آمين. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش الإعجاب للفيديو ومشاركة الفيديو، واستنظر منكم أسئلة نبدأ نأجب عليها ونزود فيديوهاتنا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.